طيب النهارده بقى هنعمل ايه؟ النهارده هنعمل صينيه البطاطس بالفراخ. طيب احنا ممكن نعمل بدل الفراخ لحمه، او ممكن نعمل اوراك بس، او اجنحه، او ممكن نحط كبد وقوانص. طريقتها سهله جدا، هقولكم النهارده بقى بطريقه سهله جدا. بالفراخ هتبقى نيه، مش هنسلق الفراخ، لا هتبقى الفراخ نيه وهنحطها في الفرن، وكمان هتستوي يعني في الاخر خالص كده. هبقى اقطع لكم حته فرخه اوريكم انها استوت والبطاطس استوت، ما اتحرقتش وكله استوى مع بعض. طب نشوف مقاديرنا الاول، وبعد كده هنزل مقاديرنا على الشاشه عشان خاطر تبقوا متابعينا. انا عندي فرخه مقطعاها اربعه، ممكن نستعمل الاوراك على الفراخ، او نستعمل الاجنحه او الدبابيس، اي قطعيه فراخ عندنا تنفع. ادي كده فرخه انا مقطعاها اربعه ومغسوله ونضيفه وزي الفل. عندي هنا طماطم مقطعه صغير زي طماطم السلطه كده، وعندي البطاطس مقطعاها، واهم حاجه البطاطس لو هتركنيها شويه تنقعها في ميه علشان ما تسودش معانا. وعندي فلفل اخضر مقطعاه، وبصل مقطعاه شرايح، ومعلقتين صلصه طماطم، وعندي معلقه سمنه، ومعلقه ثوم، وده فلفل حراق، وعندي ملح وفلفل وبهارات. وهنعمل بقى جنبيها رز حبه وحبه، او واحده واحده، او رزه رزه زي ما بتقولوا عليه. طيب نشوف بقى هنعمله ازاي. نبدا الاول بسم الله، هنتبل الفراخ الاول عشان خاطر زي ما قلت لكم ان انا هعملها هتبقى الفراخ نيه، وهتجربوها ان شاء الله بطريقتي وهتبقى حلوه جدا وهتعتمدوها بعد كده. طيب ازاي بقى؟ انا عندي معلقتين الصلصه اهم بسم الله، وحبه فلفل، وحبه ملح كمان، وحبه بهارات، وحبه زيت صغيرين قوي بسم الله اهو، ونحط كمان شويه ميه ونقلبها كويس قوي بسم الله اهي اه. ممكن نعملها في صينيه ألمونيا او صينيه تيفال او بايركس، اي حاجه المتاح عندنا. تمام اهو انا عندي صينيه تيفال هعمل فيها بسم الله، عندي الفراخ بتاعتي اهي، زي ما قلت لكم ممكن نعملها بكذا طريقه. طب لو انا يا صدفه عندي فراخ مسلوقه ينفع اعملها بنفس الطريقه؟ اه عادي جدا ينفع. هنحط بقى ايه شويه من التتبيله بتاعتنا دي ومش هنكتر، ونتبل الفرخه كويس قوي كده اهو اه كلها كده. كله كده اهو من تحت الجلد وكله، هي فيها ملح وفلفل فيها كل حاجه اهو. طيب تمام، نيجي بقى هنا هنحط ايه؟ هنحط البصل، وادي الفلفل والفلفل الحراق كمان، وفصين ثوم ما نكترش اهو كفايه كده، ونحط كمان الطماطم المقطعه اهو كده. انا حطيت كل المقادير بتاعتي بعد ما تبلت الفراخ نص التتبيله، حطيت عليها المقادير، اقلبها بقى كلها في قلب بعض كده اهو. بصوا هتبقى حلوه جدا لما تجربوها كده. طبعا انا في البيت عندي لما بعملها بقطع كله في قلب الصينيه على بعضه، تبقى حلوه قوي زي السلطه كده بالظبط اهو. كده انا عملتها كده، هروح بقى عامله ايه؟ جايبه البطاطس اهي، كمان البطاطس معانا بسم الله، وحاطه البطاطس كده كلها اهو، وموزعاها بقى كده حوالين الفراخ عشان خاطر نسيب براح ان الفراخ تتحمر معانا اهو. تمام، ونروح بقى منزلين كل الحاجه بتاعتنا اللي احنا تبلناها كلها، وبرده نفردها في الصينيه وندي براح ان الفراخ تستوي وتتحمر معانا اهو. طبعا الخضار ده كله هينزل ميه مع الميه اللي احنا حطيناها، مع الفراخ، مع البطاطس، مع كله. شايفينها ازاي سهله جدا؟ دي اسهل صينيه فراخ هتعملوها، وهتبقى احلى صينيه فراخ كمان هتجربوها بالطريقه دي. لو فراخ مسلوقه برده بنفس الطريقه هنعمل نفس اللي عملناه بالظبط، بس الفرق ان الفراخ هتكون مسلوقه، بس هتبقى برده النتيجه مختلفه جدا جدا جدا. نشيل بقى الحاجات دي كلها. طبعا انا عندي مشغله الفرن من تحت ومن فوق. طب يا صدفه بقى هنسويها ازاي
وهتقعد قد ايه في الفرن علشان خاطر تستوي من بره ومن جوه من كل النواحي. طيب اول حاجه هي هتقعد في الفرن تقريبا ساعه ونص، بس هنغطيها بورق فويل الاول او ورق زبده او اي ورق عندنا. نحط لها بس معلقه سمنه كمان، ناخد معلقه سمنه كده حلوه نحطها على الوش، وما نكترش كمان اهي كده نص، وادي حته كمان بس كده. نوزع بقى السمنه كده فوقيها اهي، كده كده لما تخش الفرن كلها السمنه دي هتسيح من السخونيه وهتنزل على البطاطس من تحت مع تتبيله الفراخ مع كله، هتدي طعم مميز جدا جدا في صينيه الفراخ. بجد هتجربوها بالطريقه دي، ده اسهل بقى في ايه؟ ان انت بدل ما تسلقي وتحطي حله، لا هو كله على بعضه في الفرن. هي بتقعد ساعه ونص. طب يا صدفه الساعه ونص دي مش هتهري البطاطس معانا؟ لا مش هتهري، انا عامله واحده قبليها قبل الهوا على طول كده عشان خاطر تشوفوها، ونفس المده اتحطت في الفرن وهوريها لكم اهي شايفين. طب يا صدفه هنعملها من غير ميه؟ هي هتنزل ميه، الطماطم فيها ميه وحطينا حبه ميه مع الصلصه، وهي كلها على بعضها فيها ميه والفراخ وكله كله مع بعض، هي هتنزل الميه بتاعتها كلها، مش هتحتاج ان احنا نحط لها ميه تاني. طيب انا دلوقتي هغطيها بورقه زبده، ورقه زبده او ورقه فويل او اي ورقه، ورقه زبده كده حلوه صغننه ادخلها كده من الطروف كده كلها اهي، وهتدخل الفرن هتقعد تقريبا هنحطها ساعه، ساعه كامله. بعد ساعه ان شاء الله ما تقلقوش مش هتتحرق، بعد ساعه هنروح شايلين الورقه بتاعتها ونشغل الشوايه ونسيبها تستوي براحتها. طبعا درجه حراره كام؟ بص لو انت الفرن بتاعك ما فيهوش درجه حراره هتخلي في معظم الافران بيبقى درجه حراره ممسوحه، او الفران القديمه ما فيهاش درجه حراره، هتشغليها على درجه الوسط وتسيبيها في الفرن مفيش اي قلق منها. طب يا صدفه نحطها على الصاجه ولا على الشبكه؟ لا بتحطيها على في النص على الشبكه، ملهاش دعوه بالصاجه خالص، وما تقلقيش هتستوي. ندخلها بقى الفرن، كده انا حطيتها في الفرن زي ما قلت لكم ساعه بالظبط، وبعد ساعه ان شاء الله هنشيل الورق وهنشغل الشوايه. طيب نطلع فاصل صغير وما تروحوش في اي مكان استنى عشان خاطر نعمل الرز مع بعض ونجهز ونشوف البطاطس والفراخ بتاعتنا اخبارها ايه. فاصل صغير.